نحن اليوم مع الحلقة الثانية من سلسلة حلقات المونة، واللي رح نحكي فيها عن الشنكليش اللي يعتبر من أهم أنواع المونة بالتركية وبلاد الشام، وبالتحديد لبنان وسوريا. هو من الأطعمة اللي بتتحضر من الألبان والأجبان المشتقة من حليب المعزة، البقر أو الغنم، لهيك كمان بنحصل عليه من القرى والمناطق الجبلية اللي هي مصدر معظم أنواع المونة. وأكيد كتير منا بيسأل عن طريقة تحضيره. الشنكليش هو كرات بتتشكل من جبن القريش اللي استخرج من اللبن المغلي مع الملح والمصفى من المي كتير منيح، ومن بعدها منغلفهم بالتوابل الشهية مثل الفليفلة الحرة والزعتر اللي بيعطيها النكهة المميزة، ومنحفظه بأماكن باردة وجافة، ومنقدمه كنوع من المقبلات مع خليط البندورة والبصل وزيت الزيتون. وهيك بتكون خلصت حكايتنا لليوم. موعدنا الأسبوع الجاي مع صنف جديد من أصناف المون. انطرونا.